Welcome back from that musical break. And of course, the first song was from Diamond Platnum featuring Kofi Olomide, that is a G. And the second song was from John Frog, There's Nothing You Can Do About It. That's coming to you from SSBC, live from Juba right now. And you're listening to the weekly show with me, Do the Dance, Joe Mario. And of course, as I was saying before the musical break, I'll be having artists with us here in the studio, and we'll be premiering their song and also to learn more about their music. ويمكن كمان بعد شوية هيكون عندكم فرصة عشان ما تقوم تشاركوا مع الفنانين المعي داخل الاستوديو في الأرقام 019-105-105 بعد قليل. ويمكن مرحب بكم. مرحب بك. كيف أخبارك؟ أنا تمام. أنت كيف؟ أنا كويس الحمد. مرحب بكم في SSBC. مرحب بكل الناس. ده لأول مرة ولا؟ لأول مرة الناس يعني مرة قالني جي SSBC. فنشكر يوم سعيد شديد جدا جدا. نشكر جمهورية جنوب السودان. بأحلى يوم لنا هنا في البلد عشان نقدر نتواصل. في راديو ولا نقدم برنامجنا. فاسم الشرف أولا نشرف بك. نديكم فرصة أي زول ممكن يعرف نفسه عشان الناس اللي قاعدين يستمعوا والفانس بكون اللي قاعدين يستمعوا هسي يقوم يعرفوا. أوكي باسم الكريم أنا اسمي بين بوي بالاسم الشرفي اسمي بين سابت فرانكو فولاية الوحدة. أوكي أوكي باسم الكريم اسمي كويس ياغاكوس من ولاية جنغولا فانداك فيام فانداك كاونتي أي مين اسم تاع الميوزك اسمي سبن بوي غارنياشان. أوكي مالو سبن بوي سبن بوي ده طبعا ده اسم تاع البلد من هنا عندنا أسرة بقولوا دول براو دول براو ده من معنى سبع أولاد سبع أولاد يا سوي تاع سابع أنا سابع الأولاد. أوكي that's good. So الميوزك ماشي كيف so far يعني من البداية لي وقت الحالي حسن؟ لا الحمد لله الميوزك ماشي تمام. هنا حاجات شايفين حاصل يومين ليل فبنجي بنغني في أغاني اللي بيقدم الناس اللي بيوري للناس إنه في وطنية يعني طبعا في تحديات كثيرة حاصل في الميدان ففي الفن لو صبر برضو لو بيجي ما في شجاعة لو ما في أصلا أنت ما بتقدر تتقدم لكن إنه حاسس إنه الفنان بيتقدم على صب شجاعة الناس إنه يعني يكون فلان إنه داير يتقدم يغني يغني أغاني وطنية وأغاني تخلي الناس في حياتهم هيتغير ونصبح في عياء سعيد جدا. كده اعمل لنا مقطع قصير من اي اغنيه من الاغاني بتاعتك. اوكي عندي اغنيه بتكلم عن ال انا الجنوب انا اصلا كان الحياه اللي هنا فيه يعني نحن كده نلم يدينا سوا عشان بلد يكون في سلام كده نهب بعضنا عشان لازم بلد يتعبر يكون في بيناتنا في حاجه ولا سلام فانا عندي من الاغنيه القديم كده نلم يدينا سوا شانا بلدنا بيكون في سلام كده نمد يدينا سوا شانا جنوبنا بيكون في سلام كده نهب بعضنا سوا شانا بلدنا بيكون سلام يا جنوبنا يا جنوبين عينو سبتكم كلام تقبل يا لمن الاغنيه من المعاصر الكتاب عنه. What about you seven boy؟ طبعا انا بالكثير الاغاني بتاعي بتاعت في اغاني تاع الحب واكثر ما فيش جد قداد في الاغاني تاع التراديشنال تراديشنال سونغ. اوكي الاغاني اللي انا فيه وليد عسل خليت الاغاني تاع الحب طبعا قاعد نخش في اغاني تاع الحب شويه بعد شويه بيجي بكون في اغاني تاع الترادشنال صح مرات بقولوا زول خلى اغاني غراميه ده زول قلبه كسر قلبه كسر قلبه كسر شويه لكن ما كثير معلش. So we should listen to the first music and of course after that we'll be coming right back here and of course we still have a chance with Benboy and Seven Boy right here on SSBC. Thank you. La la la
Benboy, malu sebut apa hormon yang sabi. Allah yang hasil itu ini mama bi hormon tuan. Bukan kun tak aish mahu hayat jemila. Farak na zaman tu bi syirid lah. Nukan hope nak nubenu kan jemil. Dia karabu fenus. Karabu fenus ya ne. Nukan tapi kau bi farak. Farak na bi bahat makira ya. Ano kaba miri da shiri to ho miri ni shiri berto fa fitna ta tal haya da aslan da kwais da ma kwais bilan ka bilan da ma ka ya kharab ya kharab dakhal fi bain bainatna fi hayatna yani dakhal fi anas fa farghona يلا في يلا في مثل بقول يعني بانه مرات الحاجات اللي انت بتفقده معناته في حاجه احسن جاي انت قاعد تؤمن بالكلام ده لا يا انا بقول بها بالفعل ولا انت شايف الاحسن ده يا وفاد لا شايف احسن يا وفاد انا لا ترى انا ما لقيت انا غير ما لقيت انا غير لا يا شربنا يا وفاد ان شاء الله يعني ما لقيت انا غير So الأغنية ده يعني تا عملته يعني حاجة يعني personal من ال feelings بتاعه. من جواي يعني. غنيته من جواي وأصلاً كان القصة ده حقيقياً ما ساي. فلازم الفن لازم تغني شيء من جواك. لازم تطلع مثله زي ما أنا حتى الآن أسمع في راديو بالفعل زي ما سألتني بها عاصلة. يا هو المان ده الأغنية ده. الأغنية ده بدأت بشيء. أثرت به قبل كده. Ou le cancer m'a qu'on a le cambé de rage toi. Inch'Allah, 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 Inch'Allah. So, l'okne de tsiyel tu mitean? L'okne de khashala shahar hassa hale. Ok. Khashala shahar. Fa, sajjal tu kan min badri. Fi Sudan yit kambal tabagi. Saman bat ma yit juba. Fa, taman al-hadasa Sudan da ma khalana nagtar na kambali ya haja. Fa, yit beledi partu yit haz rajat al-haja. Nanu shi jugil bima kan ma jo computer yane. Yane yit badatu ma namsi system lina biga ahla zatu hina. Hina hina kan. Taib, al-fariq alita ligitu shunu yane hina. في السودان في الميوزيك اللي تقدر تعمله هنا يعني التداخل بينك بين فنانين يعني هنا انت قدرت تيجي تتداخل مع فنانين اللي هنا ولا صعب شويه بس لا يا اخي صعب شويه لانه الحاجه قالوا التعرف بين الناس يعني صعب يعني كونت انت توصل في محل تتعرف مع الناس عشان تتمكن تاني ما زي اول لكن زمان كنت هناك عندي شباب كنا هنا زي ناس واحد اسمه كابتن سوس افريمو مارتن سيكو ناس سي دل كان ناس اللي هنا كنا اصدقاء من تمعين مع بعض هنا في السودان زيكو كوميديا برضو كان من ضمن الناس اللي كان معانا هناك بتمثل يعني
تمثيل بتاعه كان واس في جامعة في جامعة 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 السودان حتى مع العلاقة ما تخرج برضو نحن دوم النازل كان احتفلنا في تخرج بذات الجامعة حقهم. Okay, seven boy. إتعرفتوا كيف مع بين يعني إتعرفتوا من طريقة الميوزك ولا إتو أصلا يعني شباب الحين نواهي إتو أصحاب من بدري. طبعا البين ما نينا ما 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 ولا للهلا ما قاعدين في البلد واحد ومن ولاية الهويدة وأنا هنا في الجنغل. طبعا الحياة شبابية ده بلم الناس والميوزك ده كمان ميوزك بلم الناس يا طبعا بين ده فنان كبير منه طبعا يعني ده فنان يعني أول فنان منه وقاعد قدامه كويس يعني زمن كنا في الخرطوم أنا كنت مشجع له بس زمنهم قاعدين يغنوا ناس بين ناس للبين ناس جيهود ناس يعني فنانين كتير يلا في زمن ده جد عرفت البين في أغاني بتاعنا قاعد نخش بهم تيك توك آخر لحظة طبعا هو زمن خليت أغاني تلعيش شبابية أنا خشيت في تراديشنال سونغ قاعدة كوميونيتي كيف ناس اللي مع بعض كيف كوميونيتي مشي مع بعض زمن جبت في جوبا هنا اللي لقيت بين فيس تو فيس بين ده تزعت ما صدقته انا قال ممكن نجي نلقاه وش قال له حبيه ما يبقى طيران جبت شاكيه ما اقصد جبت شاكيه يعني شويه كده جينا تعرفنا قلنا انت ذاته انا كان مشده فيها انا قلنا ده شال ما شعر حاجه في الاستديو طبعا انا كان كلام ابو لازم يكون ده قلنا تمام يلا يعني تعرفنا على اساس اللي بقينا في مشوار واحد طيب كده اتكلمنا عن الاغنيه بتاعت فانجاك الاغنيه دي اتكلم عن شنو بالضبط الاغنيه ده الفكره حقه بدا كيف ومتين طبعا قلنا بتاع الفانجاك ده عندي اغاني كثيره عن فانجاك والقلنا القدام بقول مكتوب فانجا كوميونيتي وومن سو ده قلنا بتاع كوميونيتي اوكي الكوميونيتي بتاع فانجا بيتكلم عن يا بيتكلم عنه او انت الفانجا كوميونيتي فانجا لازم يمشي مع بعض سو للشيء انا بتكلم فيه يعني يكون في كوبريشن طبعا الكبير منك لما يمشي بالطريقه كويس انت زول الماشي وراه كمان تقدر تمشي بنفس الطريقه دغري لكن هم لما ما يكون فيها لما منهم مننا نين نشوفها او نين يعلم الورام ده برضه كمان بنفذه بطريقه ما صح عشان كده انا قاعد اشجعهم لازم في الحاجات اللي هم قاعد يشتغلوا زي ما كنا في خرطوم يعني لو في زول يا عملت عادس عملت شنو يعني بيعملوا كونتربيوشن في مال قاعد فيها في معاون في ايجيبت في معاون في امريكا جزء كمان انا منجنت اسماء بتاعهم في الغنى ده يعني انا داير اشجعهم عشان شنو يعرف هو انه حاجه قاعد يعملوا له الناس اللي قاعد يعملوا لهم نزاته هم عارفين انه بكره بعد بكره يقدر يسوي حاجه في البلد اوكي خلينا نسمع الاغنيه فان جاد فروم 7 بوي اند اوف كورس افتر ذات ويل كم برو واي Air for the sheng kulir keu shai sheng Air for the sheng ka joy bu da na pung ga dang shai sheng Bi bu lo ngu nyai yau bu la chui Di tu ju mun shai sheng Na ka pha liu nyang vi u dang Vi tu ju mun shai sheng Nya fan ter nyang kwan yang Vi tu ju mun shai sheng Nya un ku do nyan lir nyang Vi tu ju mun shai sheng Na yi chan nyang kuil jen Vi tu ju mun shai sheng Bijin wan korea nya shar shor nya ngur nya we do jamon sha shing na tul ko nya tor la we do jamon sha shing ye pin tai nya dir nya we do jamon sha shing nan jung min ret nya ko we do jamon sha shing nya kwaye wol nya bun kir nya yo bu la ye we do jamon sha shing nya bal yo nya kwir mang we do jamon sha shing Isa bulgar bo nyamun da we do jamun shashing ye mai wai kong nyamong we do jamun shashing ye bul mal mi si nyangur we do jamun shashing shulgar we chan nyakwan yang we do jamun shashing churu du nyang tor da we do jamun shashing men ke si man siang man la dia bu gale kum ba kabaro kemat ke unity shang jumba Yeah, no, no, no.
Jack from Seven Boy, and of course you're still listening to the weekly program Do the Dance with me, Joe Mario. And as I was saying before the musical break, if you have any question for Seven Boy or Ben Boy, 0910-105-105. Okay, Seven Boy, أنا قريب من أديك فانجك. Seven Boy. يعني في الناحية بتاعت اللغة كويس. يعني في الناحية بتاعت اللغة أو writing بتاعت الأغنية كويس. يعني معظم الناس يعني هم بيصدقوا على سنه انت فنان عشان تكون international. Sometimes يعني there انك مثلا تجيد اللغات التانية وكده. فانت بالنسبة لك يعني انت بتفضل تغني بعد لغة يا تو احسن واكتر؟ طبعا اللغة ده اللغة بتاعك ده زي ما في كويس. لما تجي في النهاية لما نمشي في الأغاني الوطنية أو أغاني باللمة الجنوبين كلها ممكن نغني بعربي ممكن نغني بإنجليزي لو عندي رغبة من إنجليزي أغاني ديل كلها في روطان تزاد في روطان نور زاد ممكن نغني هنا بالنسبة للجنوبين كلها كويس ده الشيء اللي فيه. أوكي طيب يعني في النهاية بتاعت الكتابة بتغني عشان أنت تكتب أغنية لحد ما يعني تكتمل وكده جاي شيل معك كم فترة يعني في كتابة بتاع أغنية؟ دقيقة معنا التلفون. Hello. Yes, are you listening to me? Yes, I'm listening to you. How are you? This is Deng Mulwal calling from Jebel Denka. Deng Mulwal. Welcome, brother. I wasn't kind of a school for you with a seven boy. I know the Belayam is kind of about Mangatan. Well, I see Rana Rasalkan with Loyaki and Fanda for Nadia and Boise Resala, Quiz, Lenas, Alkan. Mind the Maluma, quick, but I have a boy, my group, the Uda can actually see your lana. The Lomakan, I will try and forget the Kumpanan, Makunta will take the Kilmara. You shall enter Samina, the one Samina, and I'm Samina Kalama Jimmy. Hello? Hello, Samina, regarding. And Minima, because you go on in the rest of the Rishala, and as I always said, you. Morales, and as Muslim, yes, my Kalam says, yes, I'm with another dialogue, by the way. But Seven Boys performance is always convenient people. So I'm telling him, never stop, please. Try to bring all people together. Try to pose yourself. Use the common language that can let people understand and you will get all people around behind you. Okay, then do you have any other question? Do you have any question for them? Any question? Are you getting me? Yeah, I'm getting you. Do you have any question for Seven Boy or Ben Boy? And sorry we lost that call, but try again on 0910-105-105. If you have any question for Seven Boy and Band Boy, they're right here. They're all boy, boy, boy. Hello? Hello? Yeah, what's up? Yes, good evening. Good evening, how are you? This is Wilson calling from Hayden. Wilson from Hayden.
Yeah. Yes, welcome, brother. How are you? I'm good. Yeah, I just wanted to greet our artist in the studio with you. Mm-hmm. And the question that I have, I don't know, what do they mean about seven boys? Are there seven in them during their artist performance or something behind them? Mm-hmm. Okay. That's good. Yeah. Okay. He will answer to you right now. Okay, welcome. Okay. Yeah, seven boy. Yeah. Itamaru seven boy. Even so, unless I now turn in the piano for the job, I said, some seven boy, the municipal lay look of tal music, some sania, this is my gigi, I feel better in dinner. Lakin, Anajit, Galapta, Lengilisi, seven boy, garnyachan. The one who Bernardo Garotana, Dolboro. Yeah, Dolboro, the Sabaola. Yeah, those are the Minosa of Tanazado. Lofuso will be a mentor of bar. Then a command bear and walk a lot, but book two seven boy. Botat, Mina, Osravitana, book two seven boy, book to Botana Dolbar. Okay. And there she in Osra. So, Anna, Manatim can maybe I should call myself Seven Joe. Seven Joe, yeah. So when it comes to music, guys, Yani Marat, El Kitab of Taugnia, Yani. انت مثلا بكون عندك فكره معينه بتاع اغنيه دير تعمله لكن الفكره اللي انت بتشوف في فنان تاني هو او مثلا شنو في نوع بتاع ميوزك ده بالضبط يعني هو بعرف او بتعمل كده فهل sometimes you يعني ask help يعني بتساعد يعني بتسأل مساعدة من بعض من الفريندز بتاعك كده طبعا طبعا عشان زول يغني أغاني طبعا الأغاني من أتيس مختلف يعني في زول بسجل في زول بخلك سعيد يعني أنا قدامك ده يعني ما عندي كتاب كتابتي معلش لو عندكونا ديرو بالنسبة للكوميونيتي أو بالنسبة للبلد زي أسدي ممكن الشغل في جنغولي نقول دير كونا بالنسبة لجنغولي أسول سولو في بقى غبال من جنغولي ما بيعرفها ممكن نسأل زول في مورلي في كيجي في كافو في بور دنك بور في نويرا فانجا نويرا لو سو من اجاد ديل ممكن نسجل ورقة ونسجلهم لكن في حسب تلين بتاعي ما كان نسجل اوكي حسب تخيل بتاعي لو تخيلت في حاجة ممكن سو معظم من الاغاني تقدر تعملوا فري ستايل يعني بس بتخش في السيرة وبتغني طوال ما تنزل وتهب لا ما بنزل اوكي بن بوي نمشي نسمع الاغنية تانية ياتو Into one of that Nyal Mamaginga. 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 Mamaginga. Nyal Mamaginga. Nyal Mamaginga. Okay, let's listen to the song and then after that we'll come back right here. Mamaginga Badir Kamaldu. Shang Shang Shuananian Badir Kamaldu. Nyal jin mamaginga mamaginga badiar kangal du jin shang shang shwanen yan badiar kangal du jin mamaginga mamaginga badiar kangal du jin shang shang shwanen yan badiar kangal du Nye ko jagaya le nyer ka goy nye ko jagaya le nyer dal ka goy nyame go ajin ki yong ki wonen yen mangul ma sare ji moda ma sie shodu moda ma gor gwatu baby la jin la ployda nyame go ajin shi no jin nyame go te glider jin nyame for a shandu jin nyame mutir tada Ajin nyamin me mir shanda Ishanda Miltuda Baby jina la guade La guade Mamaginga badir kangaju In shang shak shwana nyan badir kangaju Nyal jin mamaginga Mamaginga badir kangaju Badiar kaloi du Badiar kaloi du
اوكي كويس الاغنيه ده بيتكلم يعني ما نبدا البيت انت بتهبيني بتهبيني بجد انا مشتاق لوجودك انا مشتاق لوجود بتاعه لما يكون معي هو بيهبيني بجد حتى لو مشيتي في مكان تاني لسه انا بحتاج اشتاق لك بدير كنوك دو نيال جين دو نوك نيال هاي بدير انا بحتاج اشتاق لحبك يعني حتى لو ما هو كان مشيل محل اكتر من بعيد حال بعيد يعني مشيت من بلد تاني انا بشتاق لحبك شديد انا بشتاق لحبك دايما بينك وبينك وبينك دايما يعني بدير كنوك دو جين شان شواناني يعني شان شواناني لا دا حتى لو انت لو مشيتي مكان شواناني مشيت وين ويمكن الأغنية دي لكل اللعبة برادة ولوزولك بعيد برضو لسه بدير كنقضو هاي عدو بعيد لسه أنا برضو أحتاج أشتاق لحب قانا سو بين بوي يعني موسيقى يعني مرات يعني يكون صعب عشان واحد مثلا حد يوصل في مرحلة مثلا إنك كيف توزع أغاني كيف تجي بالتنهين المناسب وكيف برضو يعني تعمل ترويج للأغاني بتاعك وكده سو أنا قادر أعرف يعني من الصعوبات اللي مثلا جاي يواجهك أنت كفنان عشان ما أنت تقوم تطلع أغاني أو عشان ما أنت تقوم يعني تكون مستمر في الموسيقى نعم طبعا الصعوبات اللي واجهني في حياتي طبعا الفن هسه حاليا حاليا يعني بشيله بضغط بضغط نفسي لازم عشان انجح واوصل للمرحله اللي انا عايزها طبعا الفن ده نجاح بين النجاح والفشل زي ما انت بتسارع في حاجه لازم انت بتحاول قدر تعمل قدر بتاع انه لازم تحاول انت لغايه انت بتوصل فيه اللي لو شيء ما عندك فيه طموح لكن لو شيء حاطط عندك طموح بتوصل لمرحلة انت دايره فبدون يعني انا حتى بدأت الفن ده من زمن طويل شديد جدا جدا يمكن موزم في فنانين هنا في جوبا اكتر منهم باللازم يمكن كل عالم منهم في جزء قاموا الليلة في جزء قاموا لكن طبعا الفن ده ما قوم ده حدا مساعدة انت لو لقيت قدرة لقيت مساعدة كويس لقيت زول بدعمك فالناس بيك الفن بيك توزع بالطرق تانية طيب الأهل يعني رأيهم شنو وإنت كونك إنت تكون فنان لأنه يعني كثير من الأسر بيشوفوا يعني فن ده يعني موضوع بتاع إجرام وكده يعني إنه يعني يكون فنان ده تظهر فاشل يعني فشلت في الحياة وكده أنا شاورتهم شاورت الأسرة وقعدت معهم من بدري هم بيشوفوا مني من عمر الطفولة من المدرسة شوفوا أنا لازم أنا أكون فنان لانه كان في مره قعدت مع والد كلمت معه قال لي خلاص يا ولد انت
حاجة أنت شايف كلبك بعمله عمله تلولا أنا كلبك فيه رأي فيه كتير إنه إنه أصبح دكتور إنه أصبح فنان إنه أصبح يعني أي من الحياة من ممكن بكون طول الحياة المروة أنا داير أصبح منه فأنا كوكب كان يعني ما عندي محل كنت أثبت فيه وجودي فطريقة بتاعت مدارس وطريقة بتاعت التوحب زمان كان كنت بتعبور بيجي بقاني نشيط أنا كنت وقت طفل ما شاء الله يعني سريع نشيط يعني ما أعرف بيلزم جيت بقيت كبير بقيت أنا ما قال ما عندي نشاط زي زمان يعني إذا أي حاجة بعمل بالصبر فالفن أنا شايفه كذا مستقبلية بالنسبة لي يعني لازم يواصل في زمن من ربنا من رب الخالق لأن كل شيء يكون بزمن Okay, seven boy. Ito siya yung haja music kaya dahil kois sa hayatak siya. Haja music amalo le kois ka seven boy at ita yani lahat di siya tagararin na derse sa mir yani filfan. نعم طبعا شيء خلاني نشيل قرار في الميزيك طبعا الميزيك ده في قلبي يعني من عمر طفولة لحد ما بقيت كبير لحد ما وصلت فيها أنا طبعا عشان نكون فنان أنا بدأته 2014 عشان نخش للسيديو بدأته 2017 ماشي ل 18 طيب اوكي دقيقة بس يعني أنت بدأت من 2017 هسه هنا في 2024 يعني تقريبا كده انت عملت كم اغاني من زمن ده لزمن ده ولا في زمن انت كنت وقفت فوق وجيت ما تعمل ميوزك؟ طبعا اوكي ده انا بدات في خرطوم طبعا الميوزك عجبني منه في حاجه واحد يعني انا لما نكون عندي مزعجات قول زعلان ولا عملت شيء يمكن بقوم بشيل غنى من اغاني ناس جون كدوس اغاني ناس كرنجتين ناس كورتون كونغ اغاني ناس الكبار كمان انا لما نسمع اغاني يعني بفرح بس عشان كده انا برضو لما جيت غنيت انا لو عندي مزاج انا لو مشيت غنيت براي يعني قلبي قاعد ينزل من مزاجات اللي كان انا قاعد فيها ثانية انا لما خشيت فيها بداتو سجلت اثنين اغاني كده انا سجلت في اوضاع انا برضو لسه واصلت لكن خليت تسجيل بعد ما جيت رجعت فيها 2022 لا اليوم الان لو لقيت هي فرصة هي صغرى أنا بقى نمشي نسجل طوالة يا في زمن ده 2022 كمان الكوميونتي برضه ما قصر معي في ناس جد عموني ممكن زول بس مع تالن بتاعي يقول لي سبن بوي مبروك كونجرتيليشن ممكن زول يقول لي مبروك يا كده بالنسبة لك بعد ده أنا بمشي شاور سجل يا اوكي نمشي نسمع أغنية تانية يا تو يا الأغنية تانية I Quang motivate, take a dose of gold, colloid the control. I colloid the control, take a dose of gold, colloid the control. I'm not going to tell you. What I'm going to do? I'm going to do. 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 I'm June Murbenina, like him, so long upon the bull, don't look on your takata. Pull the chabalang is a lamp at your eye. Bamba and attack, I love you forever. Do good, don't believe it, take it less up. Mata could call on another turn if you are done, take a wallet for more about and now. Bamba City Honey Low. All right. Take that down. Ima, take that out. Yeah. And of course, we're still right here live on SSBC. And this is the weekly show. Do the dance with me, Joe Mario. And Benboy.
Welcome back from that musical break. And of course, we're still here live on the weekly show with me, Joe Mario. And let's also listen to this song, and then after that, we come back. Joe Mario. Yel balanche dal kwel kwai wa bin bul baro de nyang kewe e do nga nyam ko la de shendia kweto ko dom nyam nyam do dom nyam kweto ko dom nyam e dom nyam kweto ko dom nyam e bin bul for ben ko ben yelir nyang nya nya de nya jang jeng mi ko ben ba bur de ye jet har ben ko ben yelir nyang mo wa bul tor yot kwer mo ro ko dom be do nyu bul daran Etwana ga dil kon moira ko dom be dan bul daran ri bola kweto ko dom nya me bile de yo fa bul daran Etwana ga dil kon moira ko dom be dan bul daran ri bola kweto ko dom nya me bile de yo fa bul daran Be dom bi ke tegi gi nyir pe yam pulira da Bia shi bul ya doy dom bi ke tegi gi Nyir pe yam mar bo bia shi bul ya doy dom bi ke tegi gi Nyir pe yam bar bo bia shi bul ya doy dom bi ke tegi gi Nyir pe yam to ya bla Bia shi bul ya doy dom bi ke tegi gi Nyir pe yam mar an bia shi bul ya doy dom bi ke tegi gi Et wo no ga dil kon moy ro ko dom be dañu bul daran ri bola kweto ko dom nyam e bele de yo fa bul daran And welcome back from that musical break. You can seven boy briefly kira tell us about the song gayet kala man chuno abana go nda da go ne tal hop de nisbala longara talwer bul domne okay bul tur so mumkin gatte shop al bag ya alabad mina fir kamala kaman ya bulu den shop
Okay. Yeah. And you are going to be a okay? Yeah, I'm going to be a Talbanat. I'm going to be a okay. I'm going to be a and then okay. Okay. Yeah, I'm going to be a Jar. Okay. Now, this style of music is called what? It's called Bultur. Bultur. Bultur, yes. Okay. So, Benboy and Seven Boy, Lano Zamana Biga Marshall and Haya. So, this music, yeah, is all there. You have to download, okay, so how they can get YouTube fee, how audio mark fee, so you can share the names. Yeah, audio mark fee, and then if you audio mark, go to Benboy Music, or if you YouTube Benboy B. Taman and Lagana in the video, or to come share. Okay. Okay, what about Facebook and all that? Yeah, Messenger Law there, it was on my Facebook. Yeah. And stuff. Yeah. It was on my Benboy Music. Benboy Music, yeah. Okay. Mm-hmm. What about you? Yeah, another one page with I Muktub Seven Boy Garnyachan. Okay. I even my YouTube Muktub Seven Boy Garnyachan. Aki in Facebook with I Muktub Dolboro. TikTok with I Bordu Dolboro. On Instagram, come on, Dolboro. The Dolboro man is very good. Yeah. Dolboro. Yeah. So, and I hope you know, you keep doing music, Lano. And music, and the more heba, Rabbana lo adaglo. You need to continue doing it, you know, for yourself and you, for your people and for your fans. Lano, fi bad man nasi, and masan zol betal na wona kira ba. Zaman tani zeta. Zol la khalas, hala fan. Zol la khalas biga fi haja tani. So, and I hope you guys will keep doing music and talama de haja taka tehisu mungu. You know, it's a talent that you need to produce to people. You continue to do that. So, salab taka ala khair show. الله رسالة حقيقية الأخيرة أنا بشكر الشعب الجنوب السوداني لازم يكونوا معنا في المجال اللي هنا فيه شو يشجعونا برضه يعني ما نحتاج منكم شجاعة فلأولادكم المنطلقين في السنين القدام ونشكر كل الناس اللي في أشغال وناس اللي فاتوا أشغال أسهالين وناس اللي فاتوا مدارس ونشكر كل أمهات تابعين حتى الآن شغالين في السوق وشغالين في أي مكانات فأخواننا برضو في شوارع السائقين برضو الله يحفظهم في السواق بتاعهم الأرواح الناس اللي وصلوا لبيوتهم يعني نشكر كل الجميع. What about you, Seven Boy? دولبرو كل واحد Seven Boy دولبرو سواء الولاد كل واحد طبعا رسالتي بدي للشعب جنوب السودان والمسلمين طبعا الميوزك ده ده شيء كويس الممبرز ديرين منكم سبورت في يوتيوب في فيسبوك في انستغرام تيك توك يا وكمان ديرين برضو اخواننا واخوانا لما تخش في تيك توك انستغرام تعمل تشالنجز في السون يعني ده واي من فورموشن رسالتي بدل للشباب طبعا انا بدهم قونا لسه ما طلع لكن بدهم قونا طبعا شباب انا دير شباب تاع جنوب السودان يدويدو مع بعض يكونوا مع بعض طبعا البلد غير من شعب نحن شباب لما نكونوا مع بعض ونمشي مع بعض نشيل عداد القاب من البلد بيقولوا قبلية ونصورية فالعام ده لما شاب شباب لما يمشوا مع بعض عداد الكلهم يعني بيكونوا معفشين بس وبدي الرسالة برضو لأبوانا أبوانا وأمانا هذا بيقولوا فينا بيننا نحن شباب كلنا نمشي مع بعض يعني ما تقول لجناك انه ده من قبيله كده وده من قبيله كده ده رساله بدي لها ابوها نقول احنا كلنا كلنا ناس تمشي مع بعض اخوان يتونسوا مع بعض نقول في اي مكان ونتواب ونتكاتف ونتعامل نحن في النهايه ام الجنوبين ما في ناس ثانيه غيرنا نحن الجنوبين الحسنة لان لازم اولادنا لازم نخليهم يلعبوا كوره سوا يتونسوا سوا يتكاتفوا مع بعض ده الحاجات اللي بتخلينا نمشي لقدام ناكل مع بعض زي ما كنا زمان وشكرا لكم لانه اللي رجيتوا في SSBC and I hope next time احنا بنيجي كمان we introduce other songs and we talk more about music وان شاء الله كمان تكونوا عملتوا اغاني تانين ما تمشي تنوها لا تانين في استوديو اكيد الله وبركاته yeah so and everybody who is listening to us out there from SSBC 105 thank you for tuning into this episode of the weekly show with me Joe Mario Dutada
And my sound technician there was Emmanuel Peter. I mean, until we meet next week, and of course, it's all about entertainment, and also we'll be introducing new songs and premiering new songs next week here on SSBC. Up to here, I'm signing out. Joe Mario. John Mario. Yeah, man. Shinaya Sahuya. They're gonna come out.